سير اختي لهلي حرق فيك اضم على هاد الكريمه اللي وريتيني اللي تتحيد الجلد الميت وتتصفي البشره. صراحه البنات شت وجه اختي كيفاش كان وكيفاش ولا مده هادي ما شفتهاش، بقيت حاله فمي الوجه ديالها ولا بحال الطبسيل تيشعل شعيله البنات خيالك تشوفيه في البشره ديالها. السر وراتو ليا وجبتو كنجري لعندكم في مره نوريه لكم ونوريكم السر. شوفوا تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن شي حاجه طوب تتخلي لك البشره ديالك دايره بحشي بي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خواتاتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد، والموضوع ديال اليوم مفيد ورائع رائع رائع البنات، روعه طوب كيرد لكم الوجه ديالكم. ها البنات اللي كيعانيو من مشاكل ديال التصبغات، من البقع الداكنه، من الكلف، من هذوك لي طاش اللي تيكونوا في الوجه معقدينكم، وبغيتوا تحصلوا على واحد البشره اللي تكون ناعمه وتكون ملسه وفي نفس الوقت ترطب البشره وتقشر منها هذاك الجلد اللي كيكون اسود وميت. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه عفوا اللي جربوها بزاف ديال الناس، هي يعني جربوها جميع الخبراء ديال التجميل وعطاوها لينا واعره 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 بزاف البنات، غادي تغنيكم على الكريمات الباهضه الثمن. تنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو، راه المكونات غنيه بزاف 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 بالفيتامين وغنيه بزاف بالمعادن اللي كتحيد لينا الكلف وكتحيد لينا كما قلت لكم التصبغات. كونوا على يقين انكم لا جربتوه غادي ترجعوا عندي هنا للتعاليق. بغيتكم طلعوا هذا الفيديو هذا باللايكات ديالكم وبالبارطاج ديالكم، غادي ندوزوا مباشره للتحضير ديال الوصفه باش ما نطولش عليكم، وغادي نديرها معكم على وجهي كما ولفنا دائما، وغادي نوريكم الطريقه وجميع الاسرار ديالها. غير هو ركزوا معايا على ليطاج، على ليطاج وعلى الاخوات اللي عندهم الكلف يعني تيكون يعني مستعصي ما بغاش يحيد، سواء هنا في النيف في الجبين في اي منطقه وحتى اللي عندهم الحفر، راه زوينه البنات هذه الوصفه كثر ما تخيلوا، والغريب هو المكونات ديالها ولكن راه إيفيكاس. غادي ندوزو مباشره، قبل ذلك ما تنساوش اللايكات. اول حاجه غادي نحتاجوها كمكون رئيسي في هذه الوصفه البنات هي الرز. هنا فاش كنهضروا على الرز راه ما كنهضرش على رز كلاصي ولا شي نوع غالي، اولا غير داك الرز العادي اللي كنديروه بالحليب اللي كيكون بحال هكذا مهرس، هو علاش كنهضروا في هذه الوصفه هذه. غادي ناخذوا منه البنات واحد الكميه ديال نص كاس اللي درت انا هنا تقريبا، وغادي نغطيو عليها بالماء وغادي نخليوها واحد 48 ساعه، يستحسن تخليوها يومين كيولي بحال لا طاب، كيولي يعني هكذا الملمس ديالو راه بحال طيبتيه نيت على النار. غادي نوريه لكم دابا البنات، ها هو انا وجدته من قبل باش نصاوب معكم هذه الوصفه هذه. هانتوما البنات شفتوه تيولي بحال لا طيب، ماشي طيب بزاف ولكن المهم صافي كيرطاب وكيولي اللون ديالو بحال هكذا. سدوا عليه وخليه، ولكن دابا راه سخون الحال عندكم ديروه فشي بلاصه اللي تكون سخونه بالتالي غادي يحماض ليكم. غادي نشدوها البنات، شنو غادي نديروا ليه؟ غادي نديروه في الميكسور سواء هذا او هذا يعني الكاس العادي اللي كنصاوبوا فيه العصير. غادي نشدوه ونخويوه هنايا باش نطحنوه، عندنا الغرض اننا نخرجوا هذيك الحليب ديالو. كما عارفين الرز شحال زوين للبشره، تبعوا معايا البنات كاملات اللي عندهم الحبوب ولا اللي عندهم الكلف ولا اللي عندهم اي مشكل في البشره ديالهم. غادي نشدوها البنات نطحنوه ونكمل معكم باقي المراحل. ها هو الكريمه ديالنا حصلنا عليها ديال الرز البنات، طحنتو مزيان في داك الماء ديالو اللي بايت فيه كما قلت لكم 48 ساعه. غادي نجيبوا واحد لي بالموس البنات ولا شي تقشيره ولا شي توب ديال حياتي اولا شي صفايه رقيقه بزاف بحال عندكم دابا شي صفايه في الكوزينه، من غير هادو، هادو راه كيجيو واحد شويه كتشدوه كتصفيوه. انتما شوفوا هادي ما غاديش تصفي لينا مزيان، وحنا بغينا نحصلوا على واحد الكريمه ناعمه. انا راه طحنتو بزاف بزاف، غادي نحاولوا ندوزوه من هاد اللايبه هكذا. احسن وافضل باش ندوزو غير الكريمه، ما غاديش نزيدو فوقها شي حاجه يعني شي حاجه مفرشه ما تكونش شتو، راه طحنتو انا بزاف. هانتو شتو انتما بنات كما شفتوا معايا عصرتها مزيان تحصلنا على هذه الكريمه هذه، ويستحسن كما قلت لكم ديروا ليبه. شنو غادي نجيبوا دابا البنات؟ غادي نجيبوا الزرع،
وما أدراك ما الزرع، راه شي حاجة فعالة في إزالة الكلف والبقع السوداء والداكنة، راه كيصفي لينا البشرة وراه غني التعريف لا بالنسبة للفوائد ديالو الغذائية ولا حتى الهكا كما قلت لكم كيصفي لينا البشرة وبزاف ديال الفوائد. عطيتكم به مثلا عطيتكم الحريق ديال البولة كيفاش كنعالجوه بهذا، المشاكل ديال البروستات، بزاف ديال الحوايج عطيتهم لكم به. غادي تاخذوها البنات هكذا وغادي تنقيوه وغادي ديروه في الميكسور اللي كنديروا فيه العطريه، غادي نديروا تقريبا هنا جوج معالق عامرين، جوج معالق البنات كبار. هنايا البنات هذاك الكريمه ديال نص كاس ديال الروز راه ما درتهاش كامله، انا عندي شويه هنا خليته ملي عصرته بليبه خليته هنايا، في حاله الا خصني غادي نزيد. شنو غادي نديروا البنات؟ غادي نطحنوا هذا الزرع ديالنا مع الحمص. الحمص البنات غادي تقولوا لي واش بالملح، طبعا بدون ملح، هنا تنهضروا على الحمص يكون خضر. غادي تاخذوا منه حتى هو جوج معالق البنات، غير تبعوا معايا في الوصفه مزيان راه غادي تحصلوا على نتائج مبهره كما عطيتكم الوصفه ديال بيض السمن ووافقتكم، حتى هذه ان شاء الله راه روعه والمكونات كتهضر على نفسها وكتشكر نفسها. غادي ناخذوا هذه الكريمه البنات غادي نحطوها على النار، ها هو كلشي حدايا هنايا، وغادي نقصوا عليها ويدنا فيها بالتحريك حتى نحصلوا على واحد الكريمه ما هي عاقده بزاف ما هي شويه، ما غادي نديروا لا النشا لا غير ذلك، فقط غادي نخدموا غير بهذا الشيء هذا اللي غادي نوريكم دابا. هنايا يا بنات كما شفتوا معايا بديت كنغربل في هذاك الحمص مع هذاك الزرع، خاصني ما يدوش ليا شي حاجه حرشه باش الجلد ديالي ما يتاثرش، طبعا يكون عندي واحد الكريمه بحال شريتها راه تزيديها ماده حافظه طبيعيه نقولها لك من هنايا من احسن الكريمات. اشنو غادي نديرو دابا في الميكسور؟ غادي نديرو هاد المكون البنات اللي هو قشور البيض، قشور بيض بلدي هنا باش ما تسولونيش في التعليق، هذا راه بيض بلدي وما ديروش ديال نهارو باش ما يكونش فازق من هنا، ضروري انه يكون ناشف، وديك الفكره ديال نحمرو بلا ما تذكروها، ما تحمروهش ما يتعرضش للحراره يبقى بحال هكذا. البنات قشور البيض عندهم فوائد كثيره وسبق ليا ودرت معكم بهم فيديوهات، ولكن ازاله الكلف راهم ايفيكاس والطوب ديال الطوب. البنات انا درت هنايا تقريبا القشور ديال 4 بيضات، وانتم شوفوا شحال بغيتوا ديروا، تشوفوا الكريمه شحال خرجت ليا، وانتم ديك الساعه اللي بغيتوا تخليوهم ناشفين فين ما خصك تخلطي ما كان مشكل. غادي ندير معاهم هذا هاد شويه اللي بقى لينا هنا باش هكذا نطحنوا كلشي في مره ونعاودوا ليه الطحين حتى نحصلوا كما قلت لكم على واحد البودره ناعمه. دابا البنات غادي نجيبوا هذيك الكريمه اللي صاوبت، شوفوا ملي كنديروها على النار كتولي بحال درتي فيها النشا، هي راه ما فيها لا نشا لا والو، راه غير داك الماده اللي كتكون في الروز كتخرج كتعطينا هذه الكريمه بحال هكذا، علاش؟ لانه ترقد واحد الفتره كافيه. شنو غنديروا دابا البنات؟ غادي نبداو نهزوا من هذا الخليط، راه بامكانكم تخليوه ناشف بحال هكذا وتبداو تخدموا منه. غادي نديروا منه هنايا تقريبا 3 المعالق ونخلط، ولا خاصني الماء الروز راه باقي عندي في القرعه، خاصني هذا النواشف هما حدايا صافي هكذا ديروا لي الخدمه باش تجيكم ساهله. غادي نجيبوا شي اناء اخر من الكاسرولة ونديروا فيه الوصفه ديالنا هكذا باش يبان لكم شنو كندير مزيان. بالنسبه للاخوات اللي كينشف لهم الروز الوجه ديالهم غادي ديروا زيت الكوكو، زيت الكوكو البنات ها هي خذوها من بارا فارماسي البنات من الاحسن، هذه النسخه غادي نديروا شي اخرى من الاحسن. ديروا زيت الكوكو لحد هذا الروز باقي سخون كيدوب بالزربه، فهمتوا البنات؟ صافي هكذا وغادي نشدوه نبقى نذوبوها. البنات اللي كينشف ليهم الروز البشره ديالهم ما تخافوش منها ينشف لكم هنا، اللي ما تيتوفروش على زيت الكوكو كيديروا زيت الارغان حتى هي مزيانه لهذا الغرض. زيت الكوكو تعطي واحد الريحه واعره البنات بزاف، حاولوا ديروا شي حاجه اصليه، الزيوت يا اما اصرهم يا اما خذوهم البارا فارماسي بعدا شويه. هانتوما البنات حتى كتحصلي على واحد الكريمه ماشي ثقيله بزاف ما خاصهاش تقال، لا خاصني الماء الروز كنزيدو هكذا صافي، وكنشدها كنطبقها على وجهي ونخليها حتى تنشف. انا غادي نطبقها معكم دابا نيتي. هانتوما بنات
انا خلطتها، كنزيد الروز الماء ديال الروز عفوا، وكنزيد من هادوك حتى حصلت على هذا القوام هذا، والريحه ديالو كتهبل والقوام ديالو كما شفتوا كيجي بحال هكذا. صافي غادي نخليوه هكذا حتى كيبرد شويه، وتنبداو تنطبقوه على الوجه ديالنا، على العنق، على اي منطقه عندك فيها السواد، واخا تكون هاد القبضه ديال اليد حتى المرفق، اي بلاصه كتبان عندك وعندك فيها السواد بداي تطبقي عليها هاد الوصفه هذه بحال هكذا البنات. ها راه باقا دافيه عندي هنايا، درته وحسيت بالسخونيه حيت الجو سخون. كنشدوها البنات وتنبداو كنطبقوها الجبين على اي منطقه عندنا فيها الكحوليه، نديروا ليها هذه اي منطقه. البنات اللي تيعانيو من التصبغات ديال العنق، يعني مساكن تيعانيو بهم بزاف تيدير لهم دوك الحزات، ديروا هذه وردوا عليا. قشور ديال البيض راه افيكاس، عندك الزرع، عندك الحمص، شوفوا المكونات البنات وقولوا لاختكم شنو قال لكم. ها صافي هكا كديروا، ما تخليو حتى شي بلاصه ما ديروش ليها، راه كينقي البنات وكيصفي. انتما بنات بعد ما طبقته على وجهي غادي نخليه تينشف، يعني ملي ينشف بعدا فاش كتطبقيه بقاي ديري بحال هكا باش تجيك واحد الطبقه كريميه ورقيقه هكذا، يعني كاع دوك الزوائد زوليهم. من بعد خليه تينشف، ملي ينشف لا بغيتي تزيدي الطبقه الثانيه وديري ماسك نيت، زيدي الطبقه الثانيه وخليها ثاني تتنشف عاد باش نوريكم الطريقه باش تحيدو ونشوفوا النتيجه مع بعضياتنا. هانتوما البنات انا عاد كيغسلت وجهي، غادي نمسحو قدامكم. هانتوما شتو على لمعان، شتو البشره ديالك كيفاش كتولي نقيه تبارك الله، كتبري يعني نقى 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 نقى. لا بغيتي نقى تبعي هذا الماسك هذا، راه كينقي البشره وكيرد لك هاد البلايص هادو اللي كيكونوا فيهم لي بوان نوار اي بلونش، كيرجعوا ملسين، ما كتبقاش عندك ديك الحروشيه. علاش؟ لانك كتقوميه. هذيك القضيه اللي وريتكم في الاخر ديال انكم تحطوا الصبعان ديالكم بربعه في هذاك البودره ديال داكشي اللي طحنا وتبقاو كدوروا بها هكذا بشكل دائري، راه زوينه بزاف بزاف بزاف، وكتولي بحال مدوشه. شوفوا الوجه ديالكم راه كديروا ليه سوا فيزاج فابور، بلا فلوس بلا ريال بلا نصو. انتم شوفوا تبارك الله كيعطيكم واحد النتائج رائعه. كنتمنى انكم تجربوه وتداوموا عليه ولو كان غير جوج مرات في السيمانه، اللي ما قدراتش غادي ديروا مره في السيمانه، واللي عندها الكلف المستعصي ديروا يوميا، راه ماشي شي حاجه صعيبه. وبالنسبه لهذا اللي مخلط راه غادي يبقى عندكم مده ديال 48 ساعه صافي، يعني وفي مكان بارد فاش تبغيو خرجوه واحد شويه عاد باش بداو تستعملوا فيه. هذه هي الكميه اللي خلطت وخليت ادي انا النواشف باش هكذا مره اخرى نلقى ما نخلط. شكرا لكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا درتوا لايك، واللي باقا ما درتهاش تنزل ديرها واستناوني في اللايف. مرحبا بكم، اتمنى ونصح حتى لتسعود كاع، مرحبا ومليون مرحبا. الاسئله ديالكم غادي نجاوب عليها بكل فرح، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.